تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أماني. إذا الأسواق وأيضا الأنظار تتجه نحو بيانات التضخم خلال نهاية تعاملات هذا الأسبوع، وأيضا احتدام المعركة بين روسيا وأوكرانيا أثر بشكل كبير على سوق العملات. بداية، مؤشر الدولار هل من المتوقع أن يستمر في الصعود خلال تعاملات هذا الأسبوع؟ صباح الخير. طبعا الدولار الامريكي بدأ ارتفاعات قوية منذ بداية التداولات الاسبوعية بالامس، ومن المرجح ان يواصل تلك الارتفاعات مع الترقب طبعا لبيانات التضخم يوم الخميس المقبل. الان مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات رئيسية عايدة من جديد المستويات 113، يأتي هذا في الوقت الذي جاءت بيانات طبعا اغلب البيانات الاقتصادية الامريكية في الفترة الاخيرة داعمة لاستمرار رفع الفايدة الامريكية واستمرار تشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية، حتى وجدنا أن يعني هناك توقعات أو أن يعني بدأت الأسواق تسعر باحتمالات وصلت ل 79 أو 80% أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة من جديد في اجتماعه المقبل ب 75 نقطة أساس، طبعا مع استمرار تحسن البيانات الاقتصادية من ناحية واستمرار ارتفاعات التضخم والترقب لبيانات التضخم هذا الأسبوع، حتى وجدنا أن أغلب أعضاء الفيدرالي الأمريكي يؤكدوا أنه على الرغم من تباطؤ بيانات التضخم خلال الأشهر الماضية، ولكنها لا تزال طبعا مستقرة عند أعلى مستوياتها منذ ثمانينات القرن الماضي، وهو ما يستدعي ضرورة استمرار رفع الفائدة أو استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وهو ما دعم طبعا استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات، وأيضا اعتبارا الآن الدولار الأمريكي الملاذ الآمن الأول طبعا مع استمرار التوترات الجيوسياسية واستمرار رفع الفائدة الأمريكية. نعم، في ظل هذه البيانات وايضا استمرار التاثيرات الجيوسياسيه كما تفضلت اماني، كيف تحرك اليورو؟ لاحظنا خلال تعاملات جلسه امس تراجع باكثر من 1%، اذا هل تتوقعين ان يستمر حاله التراجع لليورو؟ طبعا اليورو من اكثر العملات التي تضررت مقابل الدولار الامريكي طبعا مع استمرار التوترات الجيوسياسيه ونقص امدادات الطاقه والتداعيات فصل الشتاء طبعا على الاقتصاد الاوروبي، وايضا يعني استمرار ارتفاع التضخم لاعلى مستوياته في منطقه اليورو، وهو ما تسبب في يعني نوعا ما زعزعه في ثقه الاسواق حيال منطقه اليورو وحيال الاقتصاد الاوروبي عامه، وهو ما تسبب في استمرار تراجعات اليورو. الان بالرغم من ان يعني في الأسابيع الماضية عاد اليورو ليتداول أعلى مستويات التكافؤ من جديد مقابل الدولار، إلا أنه وجدنا مع بداية التداولات الأسبوعية يعني وصل اليورو ووصل يعني كسر مستويات 97 سنت خلال تداولات اليوم، وبرغم من عودته أعلى تلك المستويات من جديد إلا أن الضغوطات البيعية لا تزال تواجه اليورو طبعا مع التباين الواضح في السياسات النقدية وتأخر البنك المركزي الأوروبي في رفع الفائدة، وبالرغم أن هناك توقعات أن يبدأ المركز الأوروبي رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، ولكن بشكل عام يعني هناك تأخر واضح في السياسة النقدية التجديدية من قبل المركز الأوروبي، واستمرار ضعف البيانات الاقتصادية واستمرار تدهور الاقتصاد الأوروبي الذي يتسبب في استمرار تراجع قيمة اليورو مقابل الدولار. نعم أمان، ماذا عن العملات من الملاذات الآمنة؟ لاحظنا يعني حالة من التراجعات بشكل كبير للملاذات الآمنة من العملات، نتحدث عن الفرنك السويسري، أيضا الين الياباني، بالرغم من حالة يعني الإجراءات التي قام بها المركز الياباني، لكن يبقى يتعرض للضغوط. طبعا يعني بالرغم من ان هذا وقت الملاذات الامنه كما يقول البعض، ولكن الملاذات الامنه يعتبر الان الاكبر والاقوى هو الدولار الامريكي. عملات الملاذ الامن مثل الفرنك السويسري والين الياباني تعاني من انهيارات قويه بسبب طبعا توجه الفيدرالي الامريكي لرفع الفائده بوتيره قويه وتماسك الاقتصاد الامريكي بالرغم من رفع الفائده بتلك الوتيره مقارنه مع اغلب الاقتصادات في العالم التي تعاني من ركود ويعني تراجع في النمو بشكل ملحوظ جدا. وجدنا ان الين الياباني وبالرغم من محاولات الحكومه والبنك الياباني للتدخل والسيطره على انهيار الين الياباني، ولكن طبعا يعني البنك الياباني الان مستمر في سياسه واضحه وصريحه وهي سياسه الفائده السلبيه، وسياسه الفائده السلبيه لا تزال تضغط على اداء الين الياباني طبعا مع استمرار يعني ضعف الاقتصاد الياباني واستمرار يعني معدلات التضخم بالقرب من مستويات متدنيه التي لا تستدعي ان يتخذ بنك الياباني
اليابان اجراءات تشديد توسيع السياسه تشديد السياسه النقديه بوتيره قويه ورفع الفائده، وبالتالي التباين الواضح في السياسات النقديه ما بين الفدرالي الامريكي وبنك اليابان. وعلى الرغم ان هناك برضو ايضا يعني البنك الوطني السويسري رفع الفائده وعاد للنطاق الايجابي، ولكن تباين واضح في معدلات الفائده لصالح طبعا الدولار الامريكي تضغط على اداء اغلب العملات مثل عملات المنازل الامن الين الياباني والفرنك السويسري. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.